الجزء المتخصص بالنظرية العددية دي نفسها والإعجاز اللي فيها تقدمه مثلا لمجمع البحوث الإسلامية في مصر، تقدمه للمجمع مجامع فقهية مثلا في مكة المكرمة، في سوريا عندكم. القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المقروء، والكون هو كتاب الله تعالى المنشور، أليس كذلك؟ الله تعالى عندما يورد كلمة في القرآن الكريم تصف مسألة كونية مثل كلمة يوم مثلا، فالقضية ترتبط بالقضايا الكونية. أصلا السنة يا أخي علاء ليست ميلادية وليست هجرية، هناك تقويم شمسي، والسنة في حقيقتها في الكون هي شمسية. ما هي السنة؟ هي دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة، وهذا لا يكون إلا في 365 يوم. في ناس تانية قالت أن سورة نوح مش مكونة من 59 حرف زي ما أنت ذكرت في برنامج المعجزة الكبرى، وبالتالي فين الإعجاز؟ يا سيد الكريم، نحن قلنا نقوم بعد الحرف المرسوم، ربما هم قاموا بعد الحرف المقروء. إيه الفرق بين الحرف المقروء والحرف المرسوم؟ الحرف المرسوم هو الحرف الموجود رسما في كتاب الله تعالى، مثلا كلمة يا قوم مكون من 4 حروف مرسومة، يعني يا قاف واو ميم. الحرف المقروء اللي هو الألف لا نحسبه، الشدة لا نقوم بحسابها لأنها لم تنزل من السماء رسما أخي علاء. وبينا مجموعة من المعايير، وكل هذه المعايير قرآنية، وأنا أتحدى أي إنسان على وجه الأرض أن يثبت أن سورة نوح ليست مكونة من 950 حرفا. طيب ليه بقى ما فيش بقى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إعجاز عن، ونحن تكلمنا عن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سورة إبراهيم أو سورة يونس أو سورة مريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. المعجزة الكبرى ما بين ردود الأفعال واتهامات التكفير المعتادة، وما بين السب والقذف، وما بين المؤيدين وبين المعارضين. أقول لكم حاجة على المستوى الشخصي، أنا ما كنتش سعيد، يعني الإنسان لما البرنامج اللي بيقدمه عموما أي برنامج بينجح يعني بيسمع زي ما احنا بنقول كده، وملايين الناس بتشوفه، ملايين الناس بتكتب عنه وبتشاهده على شبكة الانترنت، وبيبقى يعني مثار جدال ونقاش لأيام وأسابيع وشهور، بل امتد لمدة سنة تقريبا دلوقتي منذ عرضه لأول مرة. كل ده ممكن يدعو أي إنسان ويشعر بالفخر والنجاح انه بعمل برنامج يكسر الدنيا. أنا لا أصارحكم أن أنا ما كنتش سعيد، لأن أنا شفت أكتر من قيمة سلبية أحزنتني جدا. أولا أنه في حالة بلبلة حصلت، ثانيا أنه رد الفعل عند الناس المعترضين ما كانش وفق منهج الإسلام ولا سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وحمل كثيرا من اتهامات التكفير والدخول في النوايا، وأنه يعني يبقى القناة عايزة تهدم الدين، والمذيع ده اللي كان ربنا هديه وبيقدم برامج دينية بقاله تقريبا 10 سنين بعد ما ساب برامج المنوعات والأغاني وربنا هداه، رجع تاني يعني حصلت له ردة، وبقى عايز يهدم الدين وعايز ينكر السنة، وبقى من القرآنيين والقرآنيين جندوه، كلام يعني ما أنزل الله بين السلطان سامحكم الله. أيضا الاتهامات يعني تركزت أكتر مني ومن شخص ضعيف على ضيف المعجزة الكبرى وهو المهندس عدنان الرفاعي بأنه هو قرآني أو مدسوس من جهة أجنبية وممول عشان يهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو قرآني وكل هدفه أنه يهدم هذا الدين، وبالتالي يعني اتفتحت طاقات من جهنم على ضيف المعجزة الكبرى. الحقيقة هذه حلقات خاصة نوضح فيها حقيقة الأمر، وتكون زي ما وعدنا حضراتكم مقدمة لمجموعة جديدة من الحلقات الجديدة من المعجزة الكبرى، فيها كل الانتقادات وكل التساؤلات وكل المناظرات. وهذه دعوة مرة ثالثة وعاشرة لكل السادة المتخصصين في علم الحديث والتفسير والفقه والعقيدة لكي يتواصلوا معنا ليقدموا الحجة والرأي الآخر لما يقدمه المهندس عدنان الرفاعي لتستبين الحقيقة للناس. برحب بحضراتكم مرة تانية، ونكمل حوارنا مع ضيف المعجزة الكبرى الكاتب والمفكر المهندس عدنان الرفاعي. السلام عليكم. أهلا خيرا. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أخبار الهجوم مبسوط أنت يعني؟ والله أنا ألا يهمني هذا الكلام في شيء، هذا كلام
اعتبره رخيصا. عمل لك شهرة طيب الهجوم ده؟ لا يا سيدي، هذا كلام أناس لا يقرؤون، وإن قرأوا لا يفهمون ماذا يقرؤون. أنا أعود فأقول قدمنا مجموعة كبيرة من الأدلة والبراهين، هم عجزوا عن الرد على قضية واحدة. أنت شاهدت بعض الردود، شيء يعني مخجل الحقيقة. طب ما أنت هتهاجمهم هو زي ما هم بيهاجمون؟ لا، أنا لا أهاجم، أنا أدافع عن حقائق موجودة في كتاب الله تعالى، وأنا لم أسئ لأحد. لكن الذي يأتي من بعيد ويتهمنا بأننا نسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وبأننا نهدم السنة هو الذي يهاجم، ليس نحن. طيب أنا بوضح برضو للناس اللي يعني جايز بتحضرنا لأول مرة في الحلقات الجديدة دي، إن إيه هدفك من موضوع التعرض للسنة؟ هل إنها ملهاش لازمة والقرآن كفاية، ولا إنك ترى إن في بعض الروايات لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم فعايز نقاش حواليها مع العلماء المتخصصين؟ عشان نوضح بس للناس أنت بتعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أخي علاء، أقول للمرة العاشرة والمرة المليون، لم تخرج من فمي ولا من فمك كلمة واحدة فيها مجرد إشارة إلى إنكار السنة الشريفة. ونحن لسنا مضطرين لكي ندافع عن أنفسنا، نحن كلامنا واضح وصريح وجلي، وأولو الألباب يفهمونه كما هو تماما دون تلبيس. لكن أنت ماذا تفعل للذين طلقوا عقولهم، الذين تعنيهم عصبياتهم أكثر مما يعنيهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا شأنهم، أنا لا يهمني هذا بشيء. أنت تقصد، أنا كلامي واضح وصريح وجلي. اتجاهات دينية معينة يعني؟ نعم، تقصد اتجاهات دينية معينة؟ يا أخي علاء، الذي لا يقرأ والذي يقوم بالرد عليك دون أن يشاهد ما قلت، يعني ماذا تترجى منه؟ لا، أنا شفت بعيني بعض القنوات الدينية المتخصصة وهم جايبين مقاطع من كلام حضرتك من برنامج المعجزة الكبرى وبيردوا عليه. اسألنا وعندي طبعا اتهامات كثيرة. نعم، جدا، وعندي يعني قضايا فتحوها. نعم، وناقشوا يعني خدوا الحلقة كاملة. نعم، في نقاش هذا الموضوع، وأنا هقول لك هم قالوا إيه وإنت برضو حضرتك ترد. يعني جميل، قضية مثلا تسمية الله سبحانه وتعالى بشيء، حضرتك قلت معايا في المعجزة الكبرى قبل كده أن لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسمى شيء. صحيح، خصوصا القرآن الكريم فيه يعني الله خالق كل شيء. خالق لو كان الله تعالى شيئا لكان خالقا لذاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وبعدين كل شيء هالك إلا وجهه، فادي يعني لو كان ربنا شيء يبقى هيهلك سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا يموت. حضرتك قلت هذا الكلام في المعجزة الكبرى. نعم، هم احتجوا قالوا لا، عندك مثلا في الآية رقم 19 من سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. نعم، هم قالوا كده، هكذا قرأوها. هكذا قرأوها، نعم. لكن الآية ما بتخلصش هنا، ما فيش وقفة هنا. قل الله شهيد. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. يبقى في أمرين بالقول. نعم، إنك يقول يا محمد، اسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء أكبر شهادة، هذا هو منطق السؤال. نعم، وتكون إجابتك الصحيحة. نعم، تكون إجابتك الصحيحة عن هذا السؤال قل يا محمد أيضا صلى الله عليه وسلم الله شهيد بيني وبينكم. نعم، طيب تفسير حضرتك إيه للكلام اللي قالوه، وتفسير حضرتك لهذه الآية إيه رقم 19 في سورة الأنعام؟ نعم، فين إجابة السؤال قل أي شيء أكبر شهادة؟ فين الإجابة؟ أخي علاء، هم وضعوا فرضية مسبقة الصنع، وهي أن الله تعالى يسمى بالشيء أو يطلق على نفسه اسم شيء، وراحوا يبحثون لهذه الفرضية طبعا الخاطئة عن مقدمات ومبررات في كتاب الله تعالى، فجاءوا إلى هذه الآية. أنا أبدأ بالإجابة على سؤالك، أين الإجابة؟ نحن في كتاب الله تعالى هناك الكثير من العبارات القرآنية يكون فيها السؤال والإجابة تقدرها أنت، لأنها تكون واضحة وصريحة وجلية. من ذلك قول الله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الإجابة؟ الإجابة تقدرها أنت بأنهم لا يتقون، لأن الآية التالية لها مباشرة وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني كأن ما فيش إجابة واضحة للس�ual. بعض العبارات من كثر الوضوح، من كثر وضوح الإجابة. لكن أنت عد إلى الآية، هم وقفوا عند كلمة الله سبحانه وتعالى، شو قل أي شيء أكبر شهادة؟ قالوا قل الله.
يا أخي هذا تحريف للكلم عن مواضيع. ما هو قل فعل أمر، لفظ الجلالة الله مبتدأ وشهيد خبر وانتهت الموضوع. هم ماذا فعلوا يا أخي علاء؟ قالوا يعني كلامهم يؤدي إلى التالي، أنه لفظ الجلالة الله مبتدأ، خبره محذوف، تقديره شيء، يعني أدخلوا أيديهم في جيوبهم وأخرجوا كلمة شيء كخبر لكلمة الله، وقالوا شهيد خبر. طيب ما هو المبتدأ؟ هو أو الله. ما يقول الله شهيد بيني وبينكم، جملة كاملة مستقلة، كيف آتي إلى كلمتين متجاورتين هما عبارة عن مبتدأ وخبر، الله شهيد، وأضع سفينا بينهما، وآتي من جيبي إلى خبر للمبتدأ وإلى مبتدأ الخبر؟ هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. الآية واضحة وصريحة وجلية، أصلا لا يجوز الوقوف عند قل الله. هم لكن ماذا يريدون أن يقولوا للناس؟ يريدون أن يثبتوا أن الله تعالى يسمى باسم الشيء. طب حيكسبوا إيه من ولده يعني؟ أنا أقول لك حيكسبوا إيه، لأنه هم جعلوا من بعض أقوال السابقين كما قلنا عشرات المرات سقفا لا يجوز لنا أن نتجاوزه، وأولئك السابقون قالوا ذلك، إذن هم يدافعون بكل ما يستطيعون للدفاع عما قال بعض السابقين، وإن كان ما قاله بعض السابقين يتعارض مع كتاب الله تعالى، هذا لب المشكلة. طيب عندي مشكلة في الجزئية دي قبل ما تشرح برضو، عشان برضو الشيء بالشيء يذكر، أنه من ضمن الكلام اللي بيتقال، طيب يعني المهندس عدنان أو غيره من اللي بيعلق على كلام السلف، نعم، يعني أنتوا فين وهم فين؟ أنتوا قريتوا كم كتاب وهم قروا كم كتاب؟ هم أفنوا عمرهم في الدراسة وأفنوا عمرهم في التعلم وفي الفقه، ودول يعني يا إما مثلا عاصروا بدءا من ترتيكة من الصحابة اللي عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من التابعين أو تابعي التابعين وهكذا. فدول ناس يعني فطاحل وعباقرة وقمم كبيرة جدا، فأين بقى المهندس عدنان والله هذا كلام يا أخي، وكل اللي بيقولوا إن هم مجتهدين، يعني أين من هم قاماتهم من هؤلاء القمم؟ والله القضية ليست قضية قامات يا أخي علاء. تذكر في الحلقة 29 عندما قرأت لك نصا، هل فعل الصحابي حجة؟ من شرح النووي لمسلم، وكيف أنه من منظار مذهبي واحد توجد عشرات تناقضة في قضية واحدة. يا أخي هل السلف اتفقوا على أمر واحد؟ هل السلف أجمعوا على أمر واحد؟ يا أخي هذه خطابات رنانة تصب فوق رؤوس العوام لتضليلهم ولإبعادهم عن رؤية الحق في كتاب الله تعالى. اثنين، المعيار ليس في السلف وليس في الخلف، المعيار قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا نقدم براهين وأدلة يا أخي علاء. السلف لم يجمعوا أصلا على هذه الجزئيات، كان في اختلافات في وجهات النظر، لا توجد قضية واحدة إلا وأقول لك وقد اختلف العلماء، قال السادة الأحناف، قال السادة الحنابلة، قال السادة الشافعية، لم يجمعوا على قضية واحدة يا أخي علاء. قضية السلف وأجمعت الأمة ونحن لسنا أفهم مما قال السابقون، هذه كلام لذر رماد في أعين الناس. من قال بأن الفكر الإسلامي أنجز إنجازا كاملا في الجيل الأول وما علينا إلا أن نشتر ما قاله السابقون؟ من قال ذلك يا أخي؟ كلمة فقه من وجهة نظرك تعني إيه؟ فقه هو التدبر والتعمق في الشيء والنظر في الأشياء، ويبقى كل جيل من حقه أنه يتفقه. أكيد أكيد أكيد، والمعيار للجميع هو كتاب الله تعالى. لكن أنت ما عندكش مشكلة شخصية مع أصحاب المذاهب يعني مالك والشافعي؟ ما هي المشكلة الشخصية بيني وبينهم يعني؟ يعني ما تحترم يعني تحترمهم وتجلهم؟ أكيد أنا أحترم السابقين أكثر من هؤلاء. السابقون جزاهم الله تعالى كل خير، اجتهدوا وتدبروا لعصرهم، والمشكلة ليست فيهم، المشكلة في هؤلاء. هؤلاء حولوهم إلى أصنام. أنا لا أقول السابقون أصنام، انتبههم يفترون علي، أنا أقول هؤلاء حولوا بعض السابقين إلى أصنام تحول بينهم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب. كلامي واضح وصريح أخي علاء. طيب. أرجع تاني للآية رقم 19 في سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فين إجابة السؤال؟ أي شيء أكبر شهادة؟ أخي علاء، نحن قلنا في كتاب الله تعالى هناك عبارات قرآنية، وأنا جبت يعني الدليل، أنا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الإجابة؟ لا توجد إجابة ضمنية. تقصد أنت أحيانا، شوف النص القرآني النص معجز أخي علاء ومختزل جدا. طب اديني معنى الإجابة الضمنية المختزلة هنا. قل أي شيء أكبر شهادة، أنت قدر هذه الإجابة كما تريد، ولكن لا تستطيع أنت أن تنطلق من مبدأ أن الله تعالى يسمى باسم الشيء. أنا هذا ما أريد أن أقضوا عليه،
أي شيء أكبر شهادة؟ الله هو الأكبر شهادة أكيد، أكبر شاهد على أكبر شهادة الوجود هو الله، لكن لا هذا لا يعني أنه شيء. يعني هم أرادوا من هذه العبارة إلصاق صفة الشيئية بالله سبحانه وتعالى. تقصد تقول أن شرح الآية دي كأن السؤال كده، قل أي شيء أكبر شهادة؟ شهادة الله هي أكبر شيء وأكبر من كل شيء. الله ليس شيئا، شهادة الله أكبر من الجميع. أيوه شهادة أكبر، الله هي أكبر من الأشياء صحيح، لكن هذا لا يعني أن الله تعالى شيء. وصلت أعتقد. وأعتقد وصلت. وهنا فاصل، شوف، قل الله شهيد بيني وبينكم، هنا قضية جديدة. كما أنه ابتدأ بقل، هنا أيضا ابتدأ بقل، قل الله شهيد بيني وبينكم، هذه جملة متكاملة. لا تستطيع أن تأتي إلى قل الله وتقوم بضم هاتين الكلمتين إلى العبارة الأولى. يعني هذا ما يذهبون إليه ليس دليلا، هم لماذا يفعلون ذلك؟ انتصارا لما قاله بعض السابقين. طيب يعني انتصارهم لكلمات بعض السابقين عندهم أولى وأعلى من أن ربنا يطلق عليه شيء ويوافقوا على ذلك؟ نعم. وطب ما حصل لهمش أي نوع من الإشكالية؟ لا 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 لا، عند مسألة أن كل شيء هالك إلا وجهه. يعني الله خالق كل شيء، كل شيء. دي الإشكالية دي ما توقفوش عندها؟ شوف كلها التفوا عليها، لكن كلها عبارة عن التفافات واضحة وصريحة، يعني لا يحملها كتاب الله تعالى إطلاقا. هم يتعصبون، أعود فأقول يتعصبون لمذاهبهم وطوائفهم أكثر من عصبيتهم لمنهج الله تعالى وكتاب الله تعالى. نحن في أنا أقولها بأعلى صوت، نحن في المعجزة الكبرى لا نتعصب ولا يعني ننحاز إلا للبحث عن الحقيقة، وهذا هو الهدف، وهذا هو ما سنواصل بعد الفاصل تقديمه في المعجزة الكبرى. ايه هدفك من موضوع التعرض للسنة؟ هل انها ملهاش لازمه والقران كفايه، ولا انك ترى ان في بعض الروايات لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم فعايز نقاش حواليها مع العلماء المتخصصين عشان نوضح بس للناس انت بتعمل؟ اخي علاء، اقول للمره العاشره وللمره المليون، لم تخرج من فمي ولا من فمك كلمه واحده فيها مجرد اشاره الى انكار السنه الشريفه، ونحن لسنا مضطرين لكي ندافع عن انفسنا. نحن كلامنا واضح وصريح وجلي، وأولو الألباب يفهمونه كما هو تماما دون تلبيس. لكن أنت ماذا تفعل للذين طلقوا عقولهم، الذين تعنيهم عصبياتهم أكثر مما يعنيهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا شأنهم، أنا لا يهمني هذا بشيء. من ضمن الكلام اللي بيتقال، طيب يعني مهندس عدنان أو غيره من اللي يعلق على كلام السلف، نعم، يعني أنتوا فين وهم فين؟ إنه أنتوا قريتوا كم كتاب وهم قروا كم كتاب؟ هم أفنوا عمرهم في الدراسة وأفنوا عمرهم في التعلم وفي الفقه، ودول يعني يا إما مثلا عاصروا بدءا من ترتيكة من الصحابة اللي عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من التابعين أو تابعين التابعين وهكذا. فدول ناس يعني فطاحل وعباقرة وقمم كبيرة جدا، فأين بقى المهندس عدنان والله هذا كلام يا أخي، وكل اللي بيقولوا إن هم مجتهدين، يعني أين من هم قامتهم من هؤلاء القمة؟ هل فعل الصحابي حجة؟ من شرح النووي لمسلم، وكيف أنه من منظار مذهبي واحد توجد عشرات الآراء المتناقضة في قضية واحدة؟ يا أخي هل السلف اتفقوا على أمر واحد؟ هل السلف أجمعوا على أمر واحد؟ يا أخي هذه خطابات رنانة تصب فوق رؤوس العوام لتضليلهم ولإبعادهم عن رؤية الحق في كتاب الله تعالى. اثنين، المعيار ليس في السلف وليس في الخلف، المعيار قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لكش مشكلة شخصية مع أصحاب المذاهب يعني مالك والشافعي؟ ما هي المشكلة الشخصية بيني وبينهم؟ يعني ما يعني تحترمهم وتجلهم؟ أكيد أنا أحترم السابقين أكثر من هؤلاء. السابقون جزاهم الله تعالى كل خير، اجتهدوا وتدبروا لعصرهم، والمشكلة ليست فيهم، المشكلة في هؤلاء. هؤلاء حولوهم إلى أصنام. أنا لا أقول السابقون أصنام، انتبهوا ما يفترون علي، أنا أقول هؤلاء حولوا بعض السابقين إلى أصنام.
موضوعات كثيرة طرحت في المعجزة الكبرى ولاقت اتهامات وردود من بعض السادة الأفاضل في قنوات دينية متخصصة. وعايز أوضح نقطة مهمة جدا، إن إحنا يعني لما بنعرض هذه الحلقات مش هدفنا هي إنه يبقى المناظرة بين المهندس عدنان والشيخ فلان فلاني، المناظرة بين المهندس عدنان والقناة الفلانية. إحنا لا يعنينا توجهات، اللي يسمي نفسه يسمي نفسه، عايز يسمي نفسه وهابي، عايز يسمي نفسه سلفي، عايز يسمي نفسه. أنا شخصيا على المستوى الإنساني لا أقتنع بهذه المسميات، مش لا بهاجمها ولا ضدها، لكن أنا بس بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما جاش أبو بكر عمل لنا الطريقة الأبو بكرية، وما جاش عمر عمل لنا الطريقة العمرية، ولكن في هذه المسميات. وما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه الآن من تفرق وتحزب إلا بعد أن أصبحت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا على يد يعني بني أمية، ثم العباسيين، ثم الفلانيين، ثم العلانيين، وأصبح الإسلام تركة تقسم. واللي مش مصدق كلامي ينظر لحال الإسلام المسلمين النهاردة، في إسلام سعودي غير الإسلام المصري غير الإسلام التونسي غير الإسلام الصيني، وأصبح الإسلام دعوة محلية أهلها يتحيزون كل لوجهة نظره. أما الدعوة العالمية التي تؤخي بين المسلمين وتؤخي بين البشر، هذه للأسف الشديد في أسوأ حال، وربنا يصلح الأحوال. طيب، قضية كلمة شيخة اللي حضرتك ذكرتها قبل كده في المعجزة الكبرى، وقلت إنها لا يمكن تكون في كتاب الله تعالى. يعني بعض الناس بتقول إنه كان فيه آية ونسخت إن كان فيه يعني هذا الكلام، ومش موجود معانا دلوقتي في القرآن الكريم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة. وحضرتك قلت إن لا يمكن يكون هذا في كتاب الله، وكان ده مدخل كمان للكلام عن مسألة النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وأذكر إن حضرتك قلت إن شيخ أو شيخة، يعني كلمة شيخة مش موجودة في اللغة، وإن مرحلة شيخ تعني مرحلة سنية ما لهاش علاقة إنه متزوج ولا لا، أو إنه محصن ولا لا، وبالتالي فيطبق عليهم عقوبة الرجم، لأنه ممكن يكون شيخ كبر بس ما اتجوزش، أو كان متجوز ومراته ماتت، أو كان متجوز وطلق وهو بقى شيخ بس بلا امرأة، فيبقى غير محصن. أنا أذكر هذا الكلام كله اتناقشنا فيه في المعجزة الكبرى. هم بيقولوا لا، هذا الكلام كان موجود وده حكم في كتاب الله ونسخ، وإن كمان في بعض الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجم. شوف أخي علاء، هم لو عادوا إلى الحلقات الأولى، نحن ماذا قلنا؟ قلنا علينا أن نميز بين كلمة قرآنية وكلمة غير قرآنية. قلنا الكلمات القرآنية هي فطرية موحاة من الله سبحانه وتعالى، علمها لآدم عليه السلام في السماء وهبط بها إلى الأرض. وقلنا كلمة عربي في القرآن الكريم تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. إذن في هذه اللغة الفطرية المطلقة التي هي من عند الله تعالى لا ترد فيها كلمة شيخة. وقلنا بالحرف الواحد، نقول رجل شيخ وامرأة شيخ كما نقول رجل عجوز وامرأة عجوز، وهذا هو موجود في كتاب الله تعالى. يعني انظر إلى قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. طيب، هو كلمة طفلا أيضا تعني الذكور والأنوثة. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ما هي كلمة شيوخا تعني الإناث والذكور. أيضا انظر في كتاب الله تعالى، كلمة عجوز جاءت لامرأة إبراهيم لزوجة إبراهيم وامرأة لوط عليهم السلام. إذا في كتاب الله تعالى لا ترد كلمة شيخة ولا ترد كلمة عجوزة، بينما في قاموس اللغة ترد كلمة عجوزة. يعني انظر مثلا في المحيط في اللغة، ويقال في العجوز من النساء عجوزة. هم أخذوا هذه القضية وقالوا تعشوف هاي في قاموس اللغة ترد كلمة شيخة، جابوا كلمة شيخة من قواميس اللغة. نحن نقول يا جماعة، قواميس اللغة ليست حجة على كتاب الله تعالى. العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. طيب، هاي ما هو في قواميس اللغة كلمة عجوزة، وفي كتاب الله تعالى في 4 آيات قال عن الأنثى عجوز. نحن نتحدث عن معايير قرآنية، عن لغة فطرية لها نواميسها التي أكبر من قواميس اللغة. فهم يعني يحاولون البحث عن قضايا ليثبتوا أننا على خطأ. هم في هذا يعني في هذا السبيل يجحدون بدلالات كتاب الله تعالى. يعني الإساءة في النهاية هي لكتاب الله تعالى قبل أن تكون للمهندس عدنان الفاعي أو لغيره. الموضوع ده بيفتح
يعني نقاش حوالين قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم اللي حضرتك اتكلمت عنها قبل كده في المعجزة الكبرى. وانه يعني اذا كان الآية دي كانت موجودة ونسخت وبقتش موجودة في القرآن الكريم، طب هي راحت فين؟ هما بيقولوا برضو في ان في احكام لا زالت موجودة بقى نصها وزال حكمها، وفي العكس، وفي العكس في احكام النص بقي وزال، لا في يعني هم قالوا هناك ما نسخ خطه وبقي حكمه، يعني النص راح. اما مثل هاي الآية زي كده زي وهناك آيات كثيرة تعرضنا لها النص موجود لكن الحكم تمت إزالته. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أولا هذا يعني أن نضيف إلى كتاب الله تعالى ما نريد من أحكام تحت شعار ما نسخ خطه وبقي حكمه، وأن نحذف ما نريد من كتاب الله تعالى من أحكام تحت شعار ما نسخ حكمه وبقي خطه. يا أخي علاء، نحن قلنا إذا كانت هناك مجموعة من النصوص كما يزعمون نسخ خطها وبقي حكمها أو نسخ خطه وحكمه، هذا يعني أن القرآن الكريم الذي أنزل في ليلة القدر أكبر حجما من القرآن الموجود بين أيدينا، وهم علقوا على ذلك، قالوا عدنان رفاعي يقول كذا، نعم أنا أقول كذا، أنتم تقولون هناك نصوص ليست موجودة الآن نسخ خطها وحكمها، وهناك نصوص نسخ خطها وبقي حكمها، إذن القرآن الكريم الذي أنزل في ليلة القدر أكبر من القرآن الموجود بين أيدينا، أنتم تقولون، نحن ننكر ذلك، نقول هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو ذاته ما أنزل في ليلة القدر، وهو ذاته ما هو موجود في اللوح المحفوظ، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا ولم يبدل فيه حرف بحرف. طيب مسألة الناسخ والمنسوخ، الناس ما اتفقتش يعني حوالين وجودها، في بعض العلماء بل من الأزهر نفسه اللي عملوا كتب وأبحاث بيقولوا يعني إن هم لا يرون صحيح. أن هناك نسخ أول من قال لا يوجد ناسخ ومنسوخ، وفي ناس قالت ده نسخ في خمس آيات، وفي ناس قالت لا ده في 500، لا ده في، طب أين الحقيقة في هذا الموضوع؟ أخي علاء أنت عندما تنظر إلى قولهم، هم قالوا في الرد أولا قالوا إعمال النصوص أولى من إهمال النصوص، كلام صحيح، يعني الأولى أن لا ننسخ، وقالوا منهم من توسع بالنسخ حتى وصل إلى 500 آية، ومنهم من يعني لم يتوسع خمس آيات. أنت من هنا تفهم أن مسألة الناسخ والمنسوخ عبارة عن صناعة بشرية محضة، يعني واحد بيعمل لك الآيات منسوخة خمسة، واحد بيعملهم كم؟ 500، طيب 495 آية، إذن هي احتمال ممكن تكون منسوخة ممكن ما تكونش منسوخة. أنا أريد أن أسأل، هل تطبيق أحكام كتاب الله تعالى هي ألعوبة بيد فلان وفلان وفلان من البشر؟ إلى هذه الدرجة كتاب الله تعالى رخيص عندهم؟ ثم الذي يقول خمس آيات، أعود فأقول طيب يا أخي هالآيات الخمسة أنا مستعد أن أبين للعالم أنه لا توجد آيتان في كتاب الله تعالى تختلفان في الأحكام، أوفق بين جميع الآيات. أما هم ماذا يفعلون؟ هم يدافعون عن الموروث وإن كان ذلك على حساب كتاب الله تعالى. أصلا ممن يهاجم يا أخي على الإسلام من الناسخ والمنسوخ، من العبيد والمكلمين، من الروايات. ده أنا فاكر لما قدمنا حلقات الناسخ والمنسوخ في المعجزة الكبرى وحضرتك قريت الحديث بتاع ما هو منسوب للسيدة عائشة أنها قالت أن الآيتين بتوع الرجم ورضاع الكبير كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تشغلنا به فدخلت دويبة لنا فأكلتها. فالناس كتير من أعداء الإسلام يعني حطوا هذا الحديث وقالوا أن هذه فضيحة للقرآن، باعتبار ان بعد يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيموت والمعيز او الدواب ممكن تاكل حاجات وايات من القران، فيبقى القران اللي بين ايدينا النهارده ما احناش ضامنين اذا كان كامل ولا المعزه كانت حاجه منه. طيب يعني هذه الروايات التي موجوده في كتب الاحاديث اليست موجوده من اكثر من 14 قرن؟ اذا كانت صحيحه حوالي 12 قرن. طيب اذا كانت صحيحه، طيب شراح الحديث يشرحوا لنا ماهيتها، واذا كانت مش مظبوطه طب صايبينها ليه في الكتب؟ ما تعملوا تنقية عشان الإسلام لا يهاجم منها، انسوا عدنان الرفاعي وانسوا علاء بسيوني وانسوا المعجزة الكبرى، دافعوا عن كتاب الله تعالى. ده سؤال أنا بسأله يعني هي ليه متسابة؟ إذا كانت مش يعني صحيحة ليه متسابة؟ وإذا كانت صحيحة إيه شرحها؟ أنت أريد أنا يعني اسأل أي إنسان يحمل في قلبه ذرة احترام لكتاب الله تعالى، هل من المعقول أن تكون صحيحة يا أخي علاء؟ تدخل دويبة وتأكل جزءا من كتاب الله تعالى ويتحول في بطنه إلى روث، ويعني كلام والله لا يقوله أحد المشايخ الأفاضل بعد الحلقة ما اتذاعت اتصل بي وقال لي
أنه لا يمكن في تصورنا كناس مسلمين أن نعتقد أن هذا الكتاب القرآن الكريم الذي تعهد الله بحفظه من فوق سبع سماوات ممكن يعني بشر يتدخل في كتابته أو جمعه أو إخفاء حاجة أو زيادة حاجة، ده مش متصور. طيب والحديث اللي موجود ده والحديث مش قال ده الصحف المهملة اللي كانت موجودة ومهملة بعد أن أزيلت، يعني هذه يعني اقتناعا بفكر الناسخ والمنسوخ أن دي كانت حاجات وخلاص يعني نسخت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنها ما تبقاش موجودة وما تتكتبش وما تنضمش إلى القرآن الكريم، فخلاص بقى ورق مهمل، فعشان كده دخلت المعزة كالته. لكن القرآن الكريم الصحيح اللي هو جمع وكان فيه حفظة للوحي ولكتاب الله وفيه مراجعات وتم تدوينها في مصحف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ده لا يمكن المعزة تقرب لها ولا أي مخلوق تاني يتدخل في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقول إيه بقى حضرتك على هذا الكلام؟ أخي علاء، إن اتصل اسأله السؤال التالي. القرآن الكريم نص مطلق، أليس كذلك؟ نعم. طب المطلق لا يحتمل لا الزيادة ولا النقصان ولا التبديل. طب من القرآن المطلق؟ هل القرآن مع هذه النصوص التي نسخت خطا أم دون هذه النصوص؟ وهل لم يكن مطلقا قبل أن تنسخ خطا وأصبح مطلقا بعد أن نسخت خطا؟ يا أخي هذه مهزلة اسمها، والله اسمها مهزلة. يقول لك هناك كانت سورة مثلا تعدل سورة التوبة وما إلى ذلك، والله هذا كله لا يحمل لكتاب الله تعالى إلا الإساءة. وما الآيات اللي بتتحدث عن النسخ صراحة في كتاب الله؟ إيه المقصد؟ هل عرفت أخي علاء لماذا يحاربون الإعجاز العددي؟ يعني عندما أنا أتي أقول مثلا كلمة يوم مفردة ترد في كتاب الله تعالى 365 مرة، جميل؟ على عدد أيام السنة. ما هو تلك النصوص التي نسخت خطا كما يزعمون أفرض فيها كلمة يوم، يعني صحيح الكلام؟ يعني بكونوا مثلا كانوا 400 وصاروا 365. يا أخي علاء ما يعني أينما تحرك تجد أن هذه الروايات ليست صحيحة. هذه الروايات وضعت لهدف واحد هو الإساءة لكتاب الله تعالى. هم يدافعون عن موروث، هم لا يدافعون عن كتاب الله تعالى. طب اشرح مرة تانية وجهة نظرك للناس، إيه هي المعاني اللي موجودة في الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن النسخ؟ وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. لا بينا ما ننسخ من آية أو ننسيها، قلنا النص القرآني نزل ناسخا لما قبله من الشرائع لبعض يعني الأحكام في بعض الشرائع، سواء كان ذلك عند أهل الكتاب أم في الأعراف الاجتماعية، وشرحنا ذلك بشكل مفصل. وإذا بدلنا آية مكان نفس آية الله أعلم بما قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر. مين اللي قالوا وبيقولوا الرسول أنت مفتري؟ بتفتري على الله ليه بقى؟ أعداء الإسلام أصلا كلمة مفتري تعني أنت مبتدع لأحكام لم نسمع بها، وهذا يتنافى مع مفهوم النسخ، لأن الحكم المنسوخ هو حكم كان موجودا. يعني تقصد أن أصحاب الكتاب كان عندهم أحكام في كتبهم، فلما نزل القرآن معدلا من بعض الأحكام والشرائع اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو بيفتري بأحكام من عنده يعني وليست من عند الله، لأنها تخالف ما هو موجود في التوراة والإنجيل. بالضبط أخي علاء، مثلا كانوا يتجهون نحو بيت المقدس، نزل النص القرآني ناسخا لهذا الحكم، هذا الحكم ليس قرآنيا كما قلنا، ناسخا له بالاتجاه نحو المسجد الحرام. كان أحدهم يجمع بين الأختين كأعراف اجتماعية، نزل النص القرآني مانعا لذلك. شوف، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذن الآيات لها علاقة ببعض ومتصلة. الآية 105 و106 في سورة البقرة لا أستطيع أن أفصلهما عن بعضهما يا أخي علاء. لاحظ أنت المعنى كيف، وفسرنا ذلك بما فيه الكفاية. شوف ما يقول، من الواضح انه ما كانش فيه الكفايه، هو الدليل ان لسه في ناس بتهاجم حضرتك. يا اخي سيهاجمون، هم لا يدافعون عن منطق، يعني هم لا ينظرون في الامور بمنطق وبعقل ويفعلون عقولهم ويضعون كتاب الله تعالى معيارا. والله لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره الان وقال لهم هذه الروايات ليست صحيحه ليتهمونه بانه قراني. خلاص هم عندهم موروث اصبح مقدسا لدرجه أصبح حجة حتى على كتاب الله تعالى. شوف أخي علاء، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني أهل الكتاب والمشركون الذين كفروا منهم، شايف أخي علاء، لا يريدون
النص القرآني. لماذا؟ لأنه ينسخ بعض أحكامهم. الآية واضحة وصريحة وجلية وشرحناها بما فيه الكفاية. يعني أحدهم انظر ماذا قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ردوا عليه ماذا قالوا؟ قالوا إيه؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا في النظم، يعني نظمه مختلف. في الأحكام الغيبية يا أخي، والأحكام غير الغيبية أليست جزءا من كتاب الله تعالى؟ الأحكام غير الغيبية أليست جزءا من كتاب الله تعالى؟ نقول لهم يا سادة، الله تعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما قال لوجدوه مختلفا كثيرا. يعني لا يوجد أي حكمين في كتاب الله تعالى يختلفان فيما بينهما. هكذا تقول الآية الكريمة. إذن لا يوجد ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم. يعني هم يحتلون ويلفون ويدورون ليثبتوا أن ما في الموروث صحيح. إذن أصبح الموروث صنما وحجة على حتى على دلالات كتاب الله تعالى. هاخرج فاصل وعندي لسه أسئلة كثيرة واتهامات كثيرة جدا لضيف المعجزة الكبرى المهندس عدنان الرفاعي. يتواصل الحوار بعد الفاصل، تابعونا مرة أخرى في المعجزة الكبرى. اللي يسمي نفسه يسمي نفسه، عايز يسمي نفسه وهابي، عايز يسمي نفسه سلفي، عايز يسمي نفسه. أنا شخصيا على المستوى الإنساني لا أقتنع بهذه المسميات، مش لا بهاجمها ولا ضدها، لكن أنا بس بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ما جاش أبو بكر عمل لنا الطريقة الأبوبكرية، ما جاش عمر عمل لنا الطريقة العمرية، ولكن في هذه المسميات. و ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه الآن من تفرق وتحزب إلا بعد أن أصبحت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا على يد يعني بني أمية، ثم العباسيين، ثم الفلانيين، ثم العلانيين، وأصبح الإسلام تركة تقسم. واللي مش مصدق كلامي ينظر لحال الإسلام والمسلمين النهاردة، في إسلام سعودي غير الإسلام المصري، غير الإسلام التونسي، غير الإسلام الصيني، وأصبح الإسلام دعوة محلية أهلها يتحيزون كل لوجهة نظره. أما الدعوة العالمية التي تؤخي بين المسلمين وتؤخي بين البشر، هذه للأسف الشديد في أسوأ حال، وربنا يصلح الأحوال. قلنا علينا أن نميز بين كلمة قرآنية وكلمة غير قرآنية. قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم اللي حضرتك تكلمت عنها قبل كده في المعجزة، وإنه يعني إذا كان الآية دي كانت موجودة ونسخت وبقتش موجودة في القرآن الكريم، طب هي راحت فين؟ هما بيقولوا برضو في إن في أحكام لا زالت موجودة، بقى نصها وزال حكمها. وفي العكس، في العكس، في أحكام النص بقي وزال، لا في يعني هم قالوا هناك ما نسخ خطه وبقي حكمه، يعني النص راح. أما مثل هاي الآية زي كده زي وهناك آيات كثيرة تعرضنا لها، النص موجود لكن الحكم تمت إزالته. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أولا هذا يعني أن نضيف إلى كتاب الله تعالى ما نريد من أحكام تحت شعار ما نسخ خطه وبقي حكمه، وأن نحذف ما نريد من كتاب الله تعالى من أحكام تحت شعار ما نسخ حكمه وبقي خطه. أنا أريد أن أسأل، هل تطبيق أحكام كتاب الله تعالى هي ألعوبة بيد فلان وفلان وفلان من البشر؟ القرآن الكريم الصحيح اللي هو جمع وكان فيه حفظة للوحي ولكتاب الله وفيه مراجعات وتم تدوينها في مصحف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ده لا يمكن الميزة تقرب لها ولا أي مخلوق تاني يتدخل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره الآن وقال لهم هذه الروايات ليست صحيحة ليتهمونه بأنه قرآني. طبعاً البرنامج جيد وكويس جداً، حسيت أنه طبعاً أول مرة أشوف برنامج ديني بيخاطب العقل وناس بتفكر في القرآن وحاول تتدبر وتفهم. طبعاً البرامج الدينية اللي قبل كده كنا بنسمعها عمري ما شفت حد بيحاول يقول رأيه أو يجتهد أو يفكر حتى، فطبعاً ده عجبني جداً، لأن طبعاً القرآن دايماً بيحسنا على استعمال العقل
وان وربنا دايما هو ميز الانسان بعقله، فطبعا لازم الواحد يشغل عقله في كل حاجه وخصوصا في القران، لان ربنا قال دايما يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، وربنا دايما يقول ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني العقل ده مهم جدا. فطبعا عجبني جدا واتفرجت على الحلقات بتاعته، بس للاسف لقيت ناس بتهاجمه، وبعدين بيهاجموه بدون وجه حق، يعني بدل ما كانوا يهاجموه المفروض يقعدوا معاه ويناقشوا في الكلام اللي بيقوله، ما ينفعش كده نهاجم كده لمجرد الهجوم بس. يعني رأي آخر من متابعي المعجزة الكبرى بيتكلم على أهمية إعمال العقل. طبعا إعمال العقل والتفكر ليس حكرا على برنامج المعجزة الكبرى، ولكن يعني طالما أن هذه يعني دعوة خرج بها المهندس عدنان الرفاعي، ففي ناس كتير شايفة أنه دي من الحاجات المحمودة، وأنا عندي يعني حاجات كتير على الإنترنت، ناس كتير شاكرة في البرنامج، وأن الأول مرة بنشوف برنامج بيفتح الفرصة لأن نفكر في كتاب الله ونتدبر، وأن هذا الكتاب كما قال علي بن أبي طالب لا تنقضي عجائبه، وبالتالي هو حيظل معجزة باقية أبد الأبدين معانا، وكل يوم نتفكر ونتفقه في الدين أكتر ممكن نخرج بأفكار أفضل ونبقى مسلمين أفضل. لكن الحقيقة برضو أنا مش دي القصة، أنا عايز أحل الإشكالية برضو، أنا ما نفسيش الناس تنقسم والناس تبقى تعادي بعضها ويبقى حال المسلمين كده، والله أنا في كرب ما بعده كرب بسبب هذا البرنامج، وأشعر بالحزن الشديد لأنه هو ده الحل اللي بقى عليه يعني أغلبية المسلمين. أنا عايز يعني مهندس عدنان يوضح لنا بأمثلة هو معترض على إيه، يعني أنت عمال تقول للناس أنا لا أنكر السنة وأنا بدافع عن السنة ونفسي ننقيها من بعض الحاجات التي لا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام مبهم وكلام عام، هل عندك من الأمثلة اللي عايز تذكرها للسادة المشاهدين وللعلماء الأفاضل وتقول لهم إن هذه الأحاديث من وجهة نظرك فيها مشكلة وعايز نناقشها؟ أخي علاء، نحن قلنا كل حديث يتعارض مع كتاب الله تعالى ومع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول هو حديث موضوع. أنا سأعطيك مثالا على ذلك، يعني لو فتحت مثلا صحيح مسلم حديث 4975 حسب الترقيم العالمية، بقول أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالشرف والعرض، يعني يتهم، أنت ستفهم من السياق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، يعني علي بن أبي طالب، اذهب فاضرب عنقه، يعني روح أقتله. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، يعني يغتسل في مكان، فقال له علي أخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، يعني غير صالح يعني جنسيا، يعني فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه المجبوب ما له ذكر. أنا أريد أن أسأل أي إنسان على وجه الأرض عنده ذرة احترام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولأزواجه، هل يقبل بهذا الحديث؟ أنا بدي أسأل سؤال، أولا هذا الحديث يتهم نساء النبي رضي الله تعالى عنهن وهن أمهات المؤمنين وفيهن من الشرف أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم بقضية أخلاقية. اثنين، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق هذه التهمة وبعث عليا لكي يضرب عنق هذا الرجل. شوف أخي علاء، كهذا الحديث أنا أنكره وسأنكره رغم أنه موجود في صحيح مسلم، انظر كيف فسروا هذا الحديث. يعني سأقرأ لك من شرح هذه الرواية في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي. قال أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم، فأمر علي رضي الله عنه أن يذهب يضرب عنقه، فذهب فوجده يغتسل في ركي وهو البئر، فرآه مجبوبا فتركه. قيل، شوف التفسير، لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد علم انتفاء الزنا والله أعلم. أنا أريد أن أسألك يا أخي علاء، هل هناك علاقة بين هذا الشرح وبين النص الذي قرأناه في الحديث؟ ده شرح النووي. شرح النووي. طيب إذا كان القضية تعلق بنفاق، لماذا نقرأ أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاضرب عنقه؟
طب ما هو ولماذا كف عنه علي عندما رآه مجبوبا؟ حديث لا يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإساءة. مش النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذا في حديث الإفك مع واحدة من زوجاته وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ نعم. طب ليه ما كانش رد فعله كده انه ما شاف الناس اللي يعني خاضت في عرض عائشه وقال العالي اضرب اعناقهم؟ اخي نتحدث عن حديث موضوع. انا اقول الحديث موضوع بس هو في صحيح مسلم. في البخاري على ابشع منه. اسمع في صحيح البخاري 4853. انا ساختصر. امراه قال فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي يعني تزوجيني. قالت وهل تهب الملكه نفسها للسوقه يعني لواحد ابن شوارع. قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك. تصور يا أستاذ علاء هذه رواية في صحيح البخاري يقدسونها ويقولون عدنان الرفاعي ينكر السنة الشريفة ويسيء للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولأزواجه وهم يقدسون هذه الرواية. أنا سأقرأ لك العسقلاني مقاطع من العسقلاني في شرح هذه الرواية فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. شوف وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن جولكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أزوجك أجمل أيام في العرب فتزوجها. شوف التناقض في الروايات. رواية ثانية يحتمل أنها لم تعرف. شوف الرواية الثانية صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك. وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. واحدة ثانية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها قالت أعوذ بالله منك. قال لقد أعدتك مني. فقالوا لها أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. انظر أخي علاء في السابق كان متزوجها. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. امسك أعصابك يا أخي علاء واسمع النص التالي في العسقلاني. قال فأهوى بيده أي أمالها إليها. وقع في رواية ابن سعد فأهوى إليها ليقبلها وكان إذا اختل النساء أقعى وقبل. تصور هم يدافعون عن النبي في هذه الروايات. وفي رواية لابن سعد فدخل عليها داخل النساء وكانت من أجمل النساء فقالت إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه. ووقع عنده عن 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 إن عائشة وحفصة دخلت عليها أول ما قدمت ما قدمت فمشطتها وخضبتها وقالت لها إحداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. سألتك بالله هذه الروايات وهذه الشروح ماذا تحمل للنبي صلى الله تعالى وسلم إلا الإساءة؟ ومهما تفلسفنا أخي علاء وتم اللف والدوران في هذه الروايات هل تحمل له صلى الله تعالى وسلم إلا الإساءة؟ يا سيدي عدنان الرفاعي ينكر هذه الروايات انتصارا لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم ولكرامة زوجاته وللسنة الشريفة وهم يقرون هذه الروايات. أنا أريد يا أخي علاء أن أسأل العقلاء في هذا العالم من الذي يسيء للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ من الذي يسيء لأزواجه؟ نحن أم هم؟ أترك الإجابة يا أخي علاء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الروايات التي ينكرها عدنان الرفاعي ولي الشرف أن أنكر هكذا رواية موضوعة أنها موجودة الروايات دي في واحدة في البخاري واحدة في مسلم. طبعا الكثير أخي علاء الروايات التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن والمنهج بالمئات بل وبالآلاف طبعا في مجمل يعني الكتب. طب في ناس قالت أن مهندس عدنان الرفاعي في حديثه عن ده وأن وجود في بعض الأحاديث من وجهة نظرك في البخاري وفي مسلم يعني تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وممكن تكون مدسوسة أو موضوعة إن اعترفوا بأنها موضوع عن حلة المشكلة أخي علاء. لا أنا بتكلمش على كده. أنا بتكلم إنه في بعض الناس قالت إن هذا الكلام أنت برضو مش أول واحد قلته ولكن ده في يعني مثلا ممكن يكون عند أهل الشيعة اللي هم بيعادوا أهل السنة كتب ومجلدات قاعدة بتتكلم في يعني نقد كتب السنن اللي عند أهل السنة عشان يطلعوا أهل السنة على باطل. نعم. وإنك واخد من الكتب اللي اتعملت دي عند الشيعة ويجب أن نسكت حتى لا يعني يأخذ علينا الشيعة. يعني يجب أن نقر بصحة هكذا رواية لا تحمل إلا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك كردة فعل على الشيعة وعلى الآخرين هكذا. يعني تريد أن تقول أخي علاء أم ماذا؟ لا مش أنا اللي بقول. لا هم أنا قصدي أنا بقول لك ما تنقل رأيهم يعني. وفي رأي تاني كمان إنه طيب يعني إذا المهندس لماذا لا نخرج من ذلك ونقول هذه رواية موضوع وانتهى الأمر.
ما هو هذه الروايات هي ذاتها التي يهاجمنا من خلالها الآخرون. طيب الآخرون بيهاجموا هذا الكلام وانت اللي جاي بعد 14 قرن او 12 قرن زي ما حضرتك قلت، انت المصحصح الوحيد في الامه وبقيت علماء الامه كانوا في غفله. يا اخي علاء، يشهد الله انني تلعثمت وانا اقرا بهذه الروايه، انت لاحظت علي انا تلعثمت في الكلمات، حتى في كلمات قراتها بشكل خاطئ. انا يعني يشهد الله اتالم جدا وانا اقرا بهكذا روايه، لكن ما البديل؟ هم لا يريدون فهم الحقيقه يا اخي، هذه روايات موضوعه يا ناس. مين اللي وضعها من وجهه نظرك؟ من كان؟ كيف أنا أقدس رواية موضوعة لا تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإساءة، ثم أزعم بأنني أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتهم من ينتصر لشرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كل السنة ويسئل النبي؟ أين المنطق؟ أين العقل؟ يقولون أنتم تسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وللسنة. من الذي يسيء يا أخي علاء؟ من الذي يسيء؟ هذه الرواية موجودة، والله تلعثمت وأنا أقرأ بها، وأنا أتألم وأنا أقرأ بها، ولا وكنت لا أريد أن أقرأها على الناس وعلى الهواء، ولكن نحن مجبرون على ذلك يا أخي. يقولون للناس هؤلاء ينكرون السنة. يا جماعة يا ناس يا سامعين الصوت، هذه هي الروايات التي ننكرها. كهذه الرواية ننكر رواية محترمة تحمل أحكاما لا تتعارض مع كتاب الله تعالى، نضعه على الرأس يا أخي علاء، قلناها عشرات المرات. أما رواية كهذه الرواية يعني شوف أهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختل النساء أقعى وقبل. طيب كيف سيقبلها؟ طب ما بقول لك في رواية جاء ليخطبك، يعني مش مخطوبة لسه، يعني لسه ما بقتش زوجته، فازاي ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم احد الشروح هيقبل واحدة مش خطوبة لا، وفي واحدة ثانية تزوجها. طيب كيف ستتزوج من امرأة لا تريده؟ يعني كل ثم كيف ستدخل عائشة وحفصة وتقولها والله إذا دخل عليك يقولي له كذا يحب؟ يعني فيها إساءة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إساءة الإسلام. هذه الرواية نحن ننكرها، وأقول أمام العالم مثل هذه الرواية أنا أنكرها وأصر على إنكارها، احتراما للسنة الشريفة، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، احتراما لشرف وعرض أزواجه رضي الله تعالى عنهن. طب زوجات الرسول يا باشمهندس عدنان صلى الله عليه وسلم، يعني مش نساء برضو وارد أن هم يغيروا؟ بس مو لدرجة أخي علاء أن نتهم النساء في عرضهن وشرفهن. لا طبعا، هو الاتهام للنبي، هو الاتهام للنبي. هبي نفسك لي في الشرف فأهوى إليها ليقبلها. كلام يا رجل، أنا أقسم بالله وأنا أنطق به أني أرتجف. يعني مش في حديث ثاني مش معقول هذا الكلام بيفسر يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ نعم، إن هم يعني هم اتشرح ان هو في اكل عسل. وبعدين شوف اخي علاء، هذا الحديث هذه الايه يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. هم الروايات على نوعين، منها قال في مساله العسل، ومنها من قال كلام يحمل من الاساءه كهذه الروايه. اخي علاء انا اقول لك في هذه الايه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، شاف اخي علاء كلمة لك تنفي مسألة العسل من أساسها. أنا أريد أن أسأل الأخ علاء بسوني، العسل أحله الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لكل الناس؟ لكل الناس. لكن لماذا كلمة لك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ كلمة لك تعني أن المسألة تتحدث عن قضية خاصة به صلى الله عليه وسلم. إذا في مسألة الزواج يعني تقصد؟ أنا لا أشرح الآن هذه الآية. نحن شرحنا الآية وقلنا أن أي امرأة تريد الدخول في ساحة الزوجية بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا النقاء والطهارة لا يستطيع أن يمنعها، قضية أخرى. لكن أنا أقول الروايات التي وضعت لهذه الآية الكريمة تحمل من الإساءة كهذه الأحاديث. يعني باختصار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في دور إحدى زوجاته، وقع على زوجة أخرى، شافته حفصة، أراد أن يستكتمها، قال يعني اسكتي يعني وأنا سأحرم هذه التي وقع عليها، وأبشرك بأن أبا بكر وعمر وإلى آخره سيكون خلفاء بعدي. ومن هذا الكلام، كلام يا رجل لا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإساءة، ويصرون على هذه الروايات ويحاربوننا، لأننا نقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم يصف الله تعالى في كتاب الكريم يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، لا يمكن أن يفعل هذه الأفعال. أنتم يا سادة من يسيء للنبي، أنتم يا سادة من يسيء للسنة الشريفة، أنتم يا سادة من يسيء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن انتصارا للسنة الشريفة يا أخي علاء نقول هذه روايات موضوعة. يبقى إذن الموضوع محتاج زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندس مجموعات وحلقات جديدة من المعجزة الكبرى تبين فيها للناس من خلال النقاش والمناظرات مع من يريد من السادة العلماء الأفاضل أنه يدخل في مناقشات هادئة عقلانية دون سباب بالحجة وبالمنطق وبالدليل والبرهان. كيف كتبت السنة؟ كيف جمعت السنة؟ في أي عصر؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها أم نهى عن كتابتها؟ الأحاديث اللي حضرتك بتقف عندها مثل هذه الأحاديث، ما موقف السلف طيب يعني وشراح الأحاديث ماذا علقوا وقالوا فيها؟ هل النهاردة الدعوة بتنقية الكتب، هل في إهانة للكتب أم فيها تنقية لشرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا بدي أسأل سؤال، لو حذفنا هذه الروايات فهو إليه يقبلها، نكون قد انتصرنا للسنة أم أسأل السنة؟ أنا بسأل أي إنسان عاقل على وجه الأرض، هذه الرواية هل يقبل هذه الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس بدي أسأله سؤال وأترك الإجابة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قبل ما نختم عايز أكرر تاني تأكيد لبعض المفاهيم، أن حضرتك في المعجزة الكبرى لا تهدف إلى إنكار السنة، معاذ الله، ولا توجد خصومة بينك وبين جماع الحديث أبداً، وما بين أصحاب المذاهب أبداً، بل يعني تجلهم وتحترم أكيد اجتهادهم والمجهود اللي عملوه في عصرهم، اشتغلوا في عصرهم. أما هؤلاء المشكلة في هؤلاء، يعني السابقون عملوا كما قلنا واشتغلوا وجزاهم الله كل خير، لكن هل ما وصل إليه السابقون هو حجة مطلقة يحضر علينا أن ننظر إلى كتاب الله تعالى إلا من مناظير ذلك الموروث؟ هذه مشكلة كبيرة. تقصد أن يعني مع تغير الزمن قد يصل إلى علم الإنسان وفقه الإنسان، ما هو الفقه معناها شيء أنا أفهمته وفقهته، فممكن معلومة جديدة تساعدني على فهم الأحكام أفضل، بالضبط، على تلقي كتاب الله أفضل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن هي عملية مستمرة مستقبلية حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتعلمون نبأه بعد حين. المفروض يا أخي علاء أن فهم النص القرآني بشكل تصاعدي إلى قيام الساعة وليس بشكل تنازلي كما يريدون. هم بقول لك أنت بتفهمش القرآن أكثر من السلف، يا أخي طيب لماذا لك كان عشرات الآيات تأمرنا بتدبر القرآن الكريم؟ كان قال احفظوا ما قال السلف عن ظهر قلب وانتهى الموضوع. هذا لا يعني أننا ضد ما قال السلف، كلامي واضح يا أخي علاء، أنا كلامي واضح. إذن أنت ما عندكش مشكلة مع اجتهادات السلف أبداً، وليس لكن ليس حجة على كتاب الله تعالى، وما عندكش مشكلة مع السنة نفسها وما أنتش قرآني، عشان يعني أنا مش عايز الاتهامات دي تطغى على الاجتهادات اللي موجودة. أنا في النهاية هدفي كإعلامي أن أبين الحقيقة للناس، لا أن أنصرك أو أنصر الآخرين، لأن أنا مش محسوب على التيار ولا مدفوع من جهة، كلنا كذلك. بالعكس، ده البرامج الدينية لا تجد من يمولها ولا تجد بصوا حضراتكم كده في شهر رمضان الكريم إيه اللي حصل، هتجدوا المسلسلات والبرامج اللي بتقدم الهيافات واللي عليك واحد والكاميرا الخفية والمخفية والكلام اللي بتاع المقالب، هو ده اللي بيحظى بالإنفاق ويتصرف عليه مش ملايين بل مليارات. أما القنوات الدينية وأما البرامج الدينية احنا لا بيخشنا الإعلانات بالملايين، ولا احنا يعني حد دفع لنا ولا جهة دفع لنا ملايين عشان نقوم بهذا العمل، ولكن واجبنا الإعلامي يقول طالما أن هذه هي مشكلة، حتى ولم يكن ظهر المهندس عدنان الرفاعي يقول هذا الكلام، إذا ظهر أولادي وبناتي وأولادك وبناتك بيسألوك أعداء الإسلام بيهاجموا الإسلام من كذا وكذا وكذا ويقولوا في كتب الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، نرد يا بابا نقول إيه؟ نرد يا ماما نقول إيه؟ نرد يا أهل العلم يا شيخنا علماءنا الأفاضل نرد نقول إيه؟ احنا محتاجين نرد ومحتاجين ندافع عن ديننا وعن قرآننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة مفتوحة من برنامج المعجزة الكبرى لكل السادة العلماء الأفاضل، تواصلوا معنا من أجل المناظرات والحجة والبرهان لكي تستبين الحقيقة إلى الناس، جزاكم الله كل خير. مهندس عدنان، أنا يعني قلت لك كل الهجوم اللي اتقال وفي شتيمة أكتر من كده، ما حبيتش إن يعني البرنامج يكون نافذة لتكرارها، وسمح الله الجميع. يعني أنا أتمنى إن أنت يبقى عندك سعة صدر أن تواصل الحوار، لأن حضرتك تسببت فيه يعني حالة كبيرة جدا من البلبلة وحالة كبيرة جدا من انقسام الناس ما بين مؤيد وما بين معارض،
فعايزين حضرتك يعني توعدنا بهذه المناظرات مع السادة العلماء عشان نبين الحقيقة للناس. أشكرك. بشكر حضراتكم على سعة صدركم، وبشكر كل الناس اللي انتقدونا سواء بالسلب أو بالإيجاب، وأتمنى زي ما قلت الموضوع ما تحولش إلى قضية وخلاف شخصي. قضية مش عدنان، قضية مش علاء، القضية مش برنامج المعجزة الكبرى، لكن القضية ديننا وصورة الإسلام وصورة المسلمين. إذا أردنا أن نختلف فلنفعل ذلك، ولكن عن طريق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمر في القرآن الكريم أن يجادل ويناقش الجدال الحسن وبالموعظة الحسنة دون إساءة ودون صخب ودون سب ودون سبب. أشوفكم بألف خير، جزاكم الله خيرا عننا في هذا المحك الصعب، وربنا يعيننا على المشوار القادم إن شاء الله من حلقات جديدة من المعجزة الكبرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.